إن شاء الله درس اليوم هو عن كيفية رسم الباترون الأساس الخاص في الباترون الإنجليزي للتنورة. سأنتقل مباشرة إلى دروس الخاصة في التنورة. كثيرا ما أتوصل بالسؤال هل يجب علي حفظ دروس الخاصة في الباترون الإنجليزي؟ بالنسبة لي أنا لا أحفظ أي درس، كما تلاحظون أقوم دائما بالرجوع إلى الدرس أو الكتاب عند إنجاز أي باترون، رغم أنه لا يظهر عند التصوير، لكن اليوم سأقوم بترك الكتاب مفتوح حتى تروا أنني أقوم بالقراءة مباشرة من الدرس. بالنسبة لي الكتاب بالإنجليزي لا يوجد عندي أي مشكل، لا يمكنني قراءة العربي مباشرة والترجمة على الدرس، لذلك أنا أفضل أن أقوم بالقراءة من الإنجليزي مباشرة وشرح الدرس. بالنسبة للتنورة سنحتاج إلى محيط الخصر، هنا بالنسبة لي سأقوم بإنجاز التنورة كما هي في الدرس، أي المقاسات التي تم شرحها في الكتاب. محيط الخصر 68، الأوراق أو محيط الأوراق 94، طول التنورة بالنسبة لي سأقوم فقط باختيار 40 سنتيم، نقوم بحساب علو الأوراق من الخصر إلى الأوراق. بالنسبة لهذه المقاسات هي من الجدول، علو الأوراق 20.6. أولا سنقوم برسم زاوية قائمة، سأقوم بترك مسافة 4 سنتيمات في الأعلى بهذا الشكل، ثم رسم زاوية قائمة. النقطة 1، محيط الأوراق تقسيم 2 الناتج 47، سنضيف سنتيم ونصف، هذه القيمة قيمة الارتياح، أي نحصل على 48.5. هذا هو عرض الباترون. سأقوم بتحديدها ابتداء من النقطة 1 ورسم النقطة 2. هنا خط الخصر، خط الأوراق، وهنا سأقوم بتحديد الطول الكلي 40 سنتيم. النقطة 3، النقطة 4، الآن سأقوم بتحديد طول الأوراق من الجدول 20.6. ابتداء من خط الخصر بهذا الشكل، ونرسم خط مستقيم يشكل زاوية قائمة، النقطة 5 والنقطة 6. هنا منتصف الظهر وهنا منتصف الأمام. هذا الجزء خاص في الأمام وهذا الجزء خاص في الخلف.
باستعمال محيط الأوراق، هذه المرة سيكون تقسيم 4، نحصل على 23.5. سنقوم بإضافة سنتيم واحد حق الارتياح، هذه قاعدة في الباترون الإنجليزي الخاص في التنورة، نحصل على 25. هذه القيمة هي خاصة في الخلف. أقوم بتحديدها بهذا الشكل ورسم خط مستقيم يشكل زاوية قائمة. الآن قمت بتقسيم الباترون إلى الجزء الخاص في الأمام والجزء الخاص في الخلف. ما يجب معرفته عن الباترون المجسم أنه لا يشبه الباترون المبسط. المبسط هو يعني، ومن كلمة مبسط، باترون عادي جدا أو يمكن أن نقول بدائي تقريبا، لا يأخذ بعين اعتبار أبعاد الجسم، بينما المجسم يأخذ بعين اعتبار أبعاد الجسم. هنا في الجزء العلوي نحصل دائما على الصدر أكبر من الظهر، أي الأمام يكون أكبر من الخلف. عند رؤية الجسم بشكل جانبي بهذا الشكل، هنا منتصف أو الجانب، مكان التقاء الأمام بالخلف، لاحظوا معي المسافة بين الأمام والخلف، الأمام لوجود الصدر يكون أكبر من الخلف. وبالنسبة للجزء السفلي لوجود الأوراق، يكون الظهر في الجزء السفلي في البنطلون أو التنورة أكبر من الأمام، أي يكون العكس بالنسبة للجزء العلوي، لذلك يكون هناك اختلاف في القيم. أيضا عند الخياطة لاحظوا معي، يجب الخط أن يكون بهذا الشكل، هذا هو منتصف أو مكان الجانب، الظهر في الأسفل يكون أكبر من الأمام كما تلاحظون القيمة بهذا الشكل، والصدر طبعا يكون أكبر من الظهر في النسبة للجزء العلوي، هذا هو شكل الباترون الصحيح. الباترون المجسم لا علاقة له بالباترون المبسط، المجسم يأخذ بعين اعتبار أبعاد الجسم خصوصا جسم المرأة. الآن سنقوم بتحديد الخصر، بالنسبة لي هنا 68، سنقوم بتقسيمها على 4، نحصل على 17. سنضيف 4.25، هي القيمة الخاصة بالبنسات في الباترون الإنجليزي الخلف، يتوفر على بنستين، نحصل على 21.25. هنا النقطة 7 والنقطة 8، أي هذه النقطة 9. سنقوم بالصعود بسنتيم فاصلة 25 ابتداء من النقطة 9. تحديد النقطة 10، ثم سأقوم برسم خط متقطع إلى النقطة 1 بهذا الشكل، هذا الخط إرشادي لخط الخصر. هذه المسافة 10.1، سأقوم بتقسيمها على 3 لأحصل على أماكن تواجد البنسات بالنسبة للخلف. النقطة 11 والنقطة 12، ابتداء من هذه النقط سأقوم برسم
زاوية قائمة على الخط الأحمر أو الخط المتقطع بهذا الشكل. طول البنسة الأولى هو 14 سنتيم، بينما طول البنسة الثانية هو 12.5. لاحظوا معي شكل البنسات في الباترون الإنجليزي بشكل مائل بهذا الشكل، أي أنها تشكل زاوية قائمة مع الخط المتقطع لخط الخصر. قيمة البنسة ستكون هي 2 سنتيم. ثم سأقوم برسم شكل البنسات. الآن بالكير سأقوم بإيصال النقطة 1 بالنقطة 10 بشكل منحنى. هنا في نقطة المنتصف، منتصف هذه القيمة، سنقوم بالنزول ب 0.5 ورسم شكل منحنى. بهذا الشكل، هذا هو خط الخصر الحقيقي. الآن سأقوم بإيصال النقطة 10 بالنقطة 7 بالكير بهذا الشكل. الخلف صار جاهز. الآن بالنسبة للأمام، دائما محيط الخصر تقسيم 4.17. هذه المرة سأضيف 2.25. كما تلاحظون هذه القيمة 25 لا نقوم باستعمالها في البنسات لأنها قيمة الأريحية في البنسة، أي عندما نقوم برسم البنسة سنستعمل فقط 2 سنتيم وليس 2.25. هنا بالنسبة لقيمة الأمام هي 19.25. سأقوم بتحديدها بهذا الشكل ابتداء من النقطة 2. النقطة 16 تماما كما في الخلف، سنقوم بالصعود ب 0.25. ثم سأقوم برسم خط متقطع إرشادي بين النقطتين بهذا الشكل. هذه المسافة سأقوم بتقسيمها إلى 3 أجزاء متساوية، أو يمكن وضع القيمة في المنتصف. كما تلاحظون هنا عندما أقوم باستعمال هذا الباترون، الباترون الخاص في البلوك، يكون الفستان مع الجزء السفلي، مكان البنسة هي نفسها مكان البنسة الخاصة في التنورة مع الجزء العلوي، بينما إذا كانت التنورة على حدة سنقوم بوضع البنسة في هذا المكان في تقسيم الخصر إلى 3 أجزاء متساوية الجزء الأخير، ثم أقوم برسم خط يشكل زاوية قائمة بهذا الشكل. هنا طول البنسة 10 سنتيمات بالنسبة للأمام. قيمة البنسة ستكون 2 سنتيم.
ثم بالكيرف سأقوم برسم المنحنى الخاص في الخصر. ثم أقوم برسم الجانب الخاص في الأمام. وهذا هو الشكل النهائي بالنسبة للتنورة الأساسية الخاصة في الباترون الإنجليزي. سبق لي وشرحت طريقة استخراج المقاس المصغر أو الشريط أو المسطرة المصغرة لإنجاز الباترون المصغر. هنا بالنسبة لي قمت باستعمال المقاسات الخاصة في الإنج وقمت بكتابة الأرقام، هذا سنتيم واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، بهذا الشكل. سأقوم الآن بإنجاز الباترون المصغر تقسيم ثلاثة لأحصل على هذا الشكل. لاختيار المقاس من الجدول دائما بالاعتماد على محيط الصدر، فلنقل محيط الصدر 92، أي سأقوم بالاعتماد على هذه الأرقام. أقوم بتغيير محيط الخصر ومحيط الأوراق كما سبق وشرحت في الدرس الخاص في الكورساج أو في الجزء العلوي، ونقوم باستعمال باقي المقاسات. هنا أحتاج إلى طول الأوراق، سأقوم بأخذ هذه القيمة فقط من الجدول وأقوم باستعمال مقاساتي الحقيقية، أي محيط الخصر الخاص فيه ومحيط الأوراق الخاص فيه. فلنقل محيط الصدر بالنسبة لي هو 92، وهنا سأقوم بوضع محيط الخصر الخاص بي الحقيقي ومحيط الأوراق، بينما طول الأوراق سيكون من الجدول وهو 20.9. هذه المقاسات الخصر والأوراق تكون من مقاسات الجسم الحقيقي وليست من الجدول. المقاس الحقيقي يكون من الجسم، مثلا هو 92، ونقوم باستخراج باقي المقاسات من غير الخصر والأوراق، سبق لي وذكرت ذلك أكثر من مرة. سأقوم أولا برسم زاوية قائمة، سأقوم بتحديد طول التنورة، بالنسبة لي سيكون 40 سنتيم أو 45 سنتيم. بالنسبة لعرض المربع سيكون هو محيط الأوراق تقسيم 2، ثم نضيف سنتيم ونصف حق الأريحية للباترون. عرض الباترون سيكون 51.5. كما ذكرت هذا الباترون هو تصغير 3، أي إذا أخذت هذه القيمة وقمت بضربها 3 مرات أحصل على القيمة الحقيقية للباترون بهذا الشكل. الآن سأقوم بتحديد خط الأوراق، بالنسبة لي 20.9، فلنقل 21. الآن سأقوم بتقسيم الباترون، الجزء الخاص في الخلف. القاعدة هي محيط الأوراق تقسيم 4، ثم نضيف سنتيم ونصف، بالنسبة لي هي 26.5. لتحديد الخصر، محيط الخصر سنقوم بالتقسيم على 4.
قمت بالحصول على 19، سأضيف قيمة البنسات، القاعدة هي 4.25. أحصل على 23.25. سأقوم بتحديدها بهذا الشكل، ثم سأقوم بالصعود بسنتيم ونصف. ثم سأقوم برسم خط إرشادي بهذا الشكل. ثم سأقوم برسم الأوراق، وهنا أيضا سأقوم برسم خط الخصر بشكل منحنى وتقسيم هذه المسافة إلى 3 أجزاء متساوية. قيمة البنسة ستكون 2 سنتيم، ورسم خط يشكل زاوية قائمة تماما كما فعلنا في السابق، وطول البنسات سيكون نفس القيم بالنسبة لجميع المقاسات 14 و12 ونصف. نقوم بتحديد سنتيم واحد على طرفي الخط بهذا الشكل. هنا طول الخط هو 14. بالنسبة للأمام محيط الخصر تقسيم 4.19، نضيف 2.25، نحصل على 21.25. أقوم بتحديدها بهذا الشكل والصعود دائما بسنتيم فاصلة 25، ثم أقوم برسم شكل منحنى وأيضا خط مستقيم، ثم التقسيم على 3. هذا الخط المستقيم يساعد على رسم بنسة الخصر. طول البنسة بالنسبة للأمام 10 سنتيمات. أقوم بتحديدها ابتداء من الخط المستقيم بهذا الشكل. قيمة البنسة 2 سنتيم. وهنا الجانب الخاص في الأمام، هنا الخلف، وهنا الأمام. طبعا الباترون هنا تقسيم 3، أي المقاس الحقيقي الخاص بمحيط الصدر 92. في الجدول الإنجليزي هو المقاس 14. وهو أيضا المقاس M. الآن سأقوم بنسخ هذا الباترون في أي ورق مقوى حتى أتمكن من استعمال الباترون بهذا الشكل، وهو يسمى بالبلوك أي الباترون الأساس بدون أي تعديلات لاستخراج باقي الدروس. يمكن استعمال أي ورق مقوى بالنسبة للكتاب أو أي علبة، لا يهم، المهم أن يكون شكل الورق مقوى بهذا الشكل واستخراج هذه القطع. بالنسبة لي سأقوم باستعمال هذه العلبة لاستخراج هذا المقاس.
ما يهمني في الباترون هو هذا الجزء من الخصر إلى الأوراق. القطعة مناسبة جدا، سأقوم بوضعها بهذا الشكل في الأسفل، ثم سأقوم باستعمال تريسين وير ونسخ الباترون. على الورق المقوس نحصل على ثقوب بهذا الشكل. الآن ما علي سوى رسم أو قص الباترون بهذا الشكل. سأقوم برسم خط الأوراق بهذا الشكل. سأقوم بنفس العملية بالنسبة للجهة الثانية للباترون منتصف الظهر، وهنا سأقوم بالتقسيم، أو أن هذا الباترون هو مصغر على 3. يمكن القيام بنفس العملية على الباترون المصغر، تقسيم 2. هنا منتصف الأمام، هذه هي قطعة الخاصة في البلوك لاستخراج الباترون. كما تلاحظون نفس شكل الباترون. يمكن كذلك القيام بنفس العملية في مقاسكم الحقيقي، أي أننا نقوم باستعمال هذه القطع لاستخراج الموديلات، وليس نقوم كل مرة بإعادة رسم الباترون الأساس لاستخراج موديل معين. هنا قمت بأن هذا الباترون هو المقاس M، المقاس 14 في المقاس الإنجليزي، وهنا طبعا التقسيم على 3، أي الباترون مصغر تقسيم 3.